الإمام أمير المؤمنين يقول: والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، ولأهل الإنجيل بإنجيلهم، ولأهل القرآن بقرآنهم. الضرائب التي يدفعها المسلم ربع، بينما الجزية كل شيء قليل، بس أنه دليل الولاء للدولة في مقابل خدمة الدولة لهؤلاء الساكنين في بلدها، لا أكثر ولا أقل. فيأخذ منهم قسم صغير من الجزية، وأنت حر في عباداتك، في معاملاتك، في زواجك، في طلاقك، في كل شيء أنت حر. فقط الشرط الثاني أنه لا تظهر المناكير. في كتاب الجهاد فقهاء يذكرون روايات أكو، يعني ما لك حق تجي في وسط الشارع تشرب الخمور، تشرب خمور في بيتك ما يخالف، مو مهم عندي. نتجي في وسط الشارع تفطر في يوم شهر رمضان والناس صايمين، في بيتك روح افطر، مو مهم. لتاكل لحم خنزير علنا، اما في بيتك روح اكل، مو مهم. تصلي لا مو لازم، صوم مو لازم، تحج مو لازم، تخمس مو لازم، تبني مسجد مو لازم. بس انه انتم تكونون تحت لواء الاسلام احرار في عباداتكم، في معاملاتكم، في نكاحكم، في طلاقكم. حتى إذا تنازع اثنان منكم أنتم مخيرين. الفقهاء يذكرون في كتاب القضاء، هذا موضوع ثاني، أنتم مخيرون، تراجعون أنا القاضي الإسلامي، أنا أقضي بينكم. تحبون تراجعون إلى قاضيكم، راجعوا إلى قاضيكم. هذا وفي القرآن الحكيم هذا الشيء منصوص: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يعني أنه تريد إذا راجعك أحكم، أحكم. إذا ما تريد أنه رجع إلى جماعة قبيلته. وحتى أنه إذا أردنا أن نحكم بينهم، جل نحكم على طريق الإسلام نحكم؟ أبدا، إحنا ما عدنا جبر على أحد. فحتى في القضاء الإسلام قالت هم مجبورين. هم لما شافوا ما صار حساد وحقد وعداء بين الجانبين ومن هذا القبيل، لأنه إذا صار بيني وبينك حقد شيء طبيعي ما تسمع كلامي، وحتى نصيحتي تحمله على شنو؟ على حقد وعداء. أما إذا إخوة تعالوا شوفوا القرآن، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، تعالوا أقروا القرآن، تعالوا أتوا التوراة مالكم. فهذول شافوا أي دين أحسن من هذا، أي طريقة أحسن من هذا، أي حرية أحسن من هذا، أي سلوك للحكام الجدد يعني الحكام المسلمين أحسن من هذا. التف الناس حول الإسلام وأخذوا يدخلون في دين الله أفواج. ولا الإسلام أخذ إلى زمان علي بن أبي طالب العراق وإيران ومصر وسوريا وفلسطين وقسم من تركيا وكذا 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 وليبيا والسودان، كله إلى زمان الإمام أخذه الإسلام، وما جبر حتى واحدا بأنه يجب عليك أن تدخل في الإسلام جبرا. هذان الشيئان، سيرة الحكام من ناحية والحريات الإسلامية من الناحية الثانية، حتى حرية في دينك سبب الناس التفوا حول الإسلام. وهذا ما نذكره، مو أنا أذكره، هذا موجود في القرآن الحكيم وفي الروايات في كل مكان، هذا الشيء موجود. بس أنه غالبا إحنا منابرنا قسم منابر طيبة أكو لا شك فيه، المنابر الجميلة وحسنة، أخلاقيات، صدق، أمانة، وفاء، حياء، صلاة، صوم، معاملات كذا لازم يكون، هذا كل شيء. لكن هل عنصر هم يجب أن يدخل في منابرنا؟ هل عنصر يجب أن يدخل في كتبنا؟ أنه شنو صار السبب لذلك التموج الإسلامي الهائل في أول الإسلام، بينما الإسلام بدائي إلى أبعد الحدود من جهة سلاحه، من جهة تنظيمه، من جهة سوابقه، لأن الإسلام بدائي.
وكلنا نعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى زمان الإمام أمير المؤمنين هذول يقعدون على نفس المسجد، أرض المسجد، تراب المسجد. أكو قسم منكم اللي رايحين شايفين مسجد الكوفة قريب النجف، أكو مسجد يسمى مسجد الكوفة، الإمام كان يحكم هنا في مسجد الكوفة. أكو هناك مكان يسمى بدكة القضاء، دكة يعني فرد مرتفع من الأرض، الإمام يجلس فوق ويحكم بين الناس ويجلس على أرضها يعني على أرض التراب يجلس. ومملكته من ليبيا إلى داغستان كما ذكرنا، يعني مو مملكة صغيرة، مو فرد واحد مثل أنا وفي هالبيت الصغير وأربع أصدقاء عندي، لا، مملكة شاسعة واسعة وحكام وقضاة ومال وجيش وأعداء من الداخل والخارج وكل شيء. لكن إنسان عادي يعيش عادي. والذي قتل الإمام أمير المؤمنين أيضا مو قتله لأجل عدم عدالته. أولا ابن ملجم مو رجل من العراق، رجل من اليمن، وقتل الإمام لماذا؟ لأجل الشهوة، شهوة الجنسية. شاف ابنية حلوة اسمها قطام، أراد أن يتزوجها، فشرطت عليه 3000 وعبد وقينة وقتل علي بالحسام المهندي. قال أنا مهري 4 أشياء، 3000 عبد، قينة يعني وصيفة، وقتل علي. فقتل الإمام لأجل الشهوة الجنسية، هذا ما يفهم ابن ملجم. ولذا لما أخذ جاء به إلى الإمام، الإمام قال أبئس الإمام كنت لك، أنا ما أكل مال أحد، أنا ضارب أحد، أنا قاتل أحد بالباطل، أنا يعني سيء سويت بالنسبة إليك بالنسبة إلى غيرك، أبئس الإمام كنت لك. ما قال له ألم أحسن إليك أو هل أسأت إليك، إمام يعني كإمام عام، أبئس الإمام كنت لك؟ قال لا. ابن ملجم قال لا، ولكن قرأ آية ابن ملجم، قال لا ولكن هل أنت تنقذ من في النار؟ يعني أنا من أهل النار، أنت متى ما كنت تخلصني؟ فالذي قد مع العلم أننا نعلم أن الإمام كان وحده يمشي بالشوارع وبالأزقة وينصح الناس ويصعد المنبر وليس معه جيش ولا شرطة، تقولون الإمام كان شجاع يخافون يقابلوا، صحيح، لكن ما يتمكنون يذبون فرد حجل على رأسه من فوق السطح، ما يتمكنون يرموا بالساحة، ما يتمكنون يقتلوه قبل ما قتله هذا الإنسان ما يفهم. لذين وش يشوف يقتل الإمام؟ سؤال، يقتل الإمام لأنه ما كل أمواله، لأنه هاتك أعراضه، لأنه رايح في القصور قاعد وهم في الصرائف قاعدين، ما هو هذا كله. فنحن يجب علينا، وهذا قصة طويلة جدا إن شاء الله في المستقبل، يجب عليكم أن تلاحظوا التاريخ الإسلامي خصوصا سيرة رسول الله وعلي، حيث نتخذهما نحن أسوة ونريد أن نطبق الإسلام حول 1,000,000,000 مسلم بذلك الأسلوب وبذلك الشكل. زمن الناس يمكن يتصورون يقولون ذاك اليوم هذا يصير، اليوم ما يصير، لأن أمريكا العاتية وكذا، روسيا الكذائية، ذاك اليوم هم نفس الشيء كان، ذاك اليوم هم الروم العاتية والفرس الكذائية نفس الشيء كان. يعني أنه في كل يوم بمناسبته أكو، وإنتوا أقوى أحوال قبل الإسلام من قضايا الفرس والروم وحروبهم واغتيالاتهم وجواسيسهم وكبرياءهم وألف شيء لهم، مثل ما تشوفون اليوم في أمريكا وفي الاتحاد السوفيتي نفس الشيء أكو، بس التغيير ذاك اليوم وسائل ما كانت، هم عندهم سيف النبي عنده سيف، اليوم هم عندهم صواريخ احنا عندنا صواريخ، يعني احنا كمسلمين مجموع 1,000,000,000 نفس ماكو فرق، بس اليوم شوية هم متقدمون علينا، مثل في اول الاسلام ايضا الفرس والروم كانوا متقدمين على المسلمين، لكن المسلمين صاروا حتى وصلوا لهم وجازوهم. فنحن يجب علينا في الحقيقة في منابرنا وفي خطبنا وفي قعداتنا وفي مجالسنا وفي أقلامنا، أنتوا أصحاب أقلام يجب أن تكونوا، يجب أن تهتموا حتى تكونوا أصحاب أقلام، حتى تنشروا العقيدة، الشريعة، الأحكام، الأخلاق، الآداب،
السيرة، الفضائل، الرذائل، حل المشكلات، العائلة، كل شيء، المعاملات، العبادات، حتى نتمكن أن نقوم ببعض ما يجب علينا من نشره في المسلمين. لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله، ما مصدرية، مو ما نافية، يعني لولا أخذ الله، يقين قارن ما المصدرية، إن المصدرية يؤول بالمصدر، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها. نسأل الله لكم ولنا وللمسلمين جميعا كل توفيق وتقدم وازدهار، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.